أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نستحضر معنى الرسالة. لماذا تأتي الرسالات؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يكلف خير عباده بنقل إرادته، رسالته، هداه، من أجل أن ينقذ هذه البشرية، ومن أجل أن يأخذ بيدها إلى أقصى درجات السعادة الممكنة في الأرض؟ هذه هي الفكرة الرئيسية من رسالات السماء جميعا، وأكملها وخاتمتها رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيننا، أكان يرضى بيننا في البحرين أو بيننا في غيرها من البلاد العربية والإسلامية، أكان يرضى بما يدور في هذه البلاد؟ أكان يقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحكم المطلق البعيد عن إرادة الأمة، البعيد عن الإسلام، البعيد عن العقل، البعيد عن الإنسانية؟ أكان يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بانتهاك الحرمات، بقتل النفس المحترمة؟ أكان يرضى رسول الله منا أن نهتك أعراض بعضنا بعضا، أن نستأثر بالفيء، أو يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معارضا لهذه الأوضاع، عاملا على تغييرها إلى ما جاءت به الرسالة في أولها؟ كان رسول الله معارضا إلى هذه الأوضاع، عاملا على تغييرها لإقامة العدل، الخير، المساواة بين الناس، الكرامة لجميع الناس. هذا ما نفعله بحسب اجتهادنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن رسول الله يقول: لم أخرج أشرا ولا بطرا. رسول الله جاء لسعادة الناس، وعلى هذه المدرسة، ومن هذه المدرسة وعلى هذا النهج نسير في خطى ثورتنا في هذا البلاد، في هذه البلاد. أتشرف بزيارة عدد من العوائل لوجود مصاب، معتقل، غيرها من الأمور التي يعاني منها هذا الشعب. أريد أن أواسي مواساة إنسانية، أريد أن أواسي بعض هذه الأسر فيما نزل بها. عندهم ابن معتقل يستقبلني الجد، يقول: أنا بعد كنت معتقل، أنا بعد اعتقلوني في الخمسينات، في الستينات، ويقابلني والد المعتقل، وأنا أيضا معتقل في الثمانينات، وأنا أيضا معتقل في الثمانينات، والابن معتقل في 2000. سلسلة من الظلامات، سلسلة من الظلامات، وكأنها لا تنتهي، وكأنها لا تنتهي. ولو قدر لنا أن نسمع ممن عاشوا في سنة 1900 و1920، لسمعنا ما نسمعه ممن عاش في الأربعينات وعايش فترة الهيئة وما بعد الهيئة، وفي الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات. ماذا تولد هذه السلسلة؟ كيف نتصور؟ تعال أيها المجتمع الدولي، أي إنسان لديه عقل، ضمير، عقل، ضمير،
لحظة إنصاف من أحبتنا في هذا الوطن. انظروا إلى هذا المشهد، ليس بيت واحد اثنين ثلاثة عشرة، تكاد تكون السمة الغالبة، تكاد تكون السمة الغالبة. صنوا في المشهد، تأملوا في هذا المشهد، كيف يعيش هؤلاء الناس؟ الجد معتقل، الأب معتقل، الابن معتقل، هي كيف حياتهم؟ كيف حياتهم؟ وين الأمن مالهم؟ أين استقرارهم؟ وين طمأنينتهم؟ شو علاقة الناس الأرض الإنسان بالأرض؟ إذا الإنسان في وطنه، وطنه ما يحتضنه، وطنه يعاقبه، وطنه يعني حكومة مو الوطن، حكومة تعاقبه، تلاحقه، تطارده. وفي هذه السلسلة الطويلة عامل على إشاعة الخوف فيه، مستمرة في حرمانه من حقوقه. الليل والنهار يدور، الليل والنهار يدور، ولكن في كل عقل من هذه العقول التي أخاطبها الآن وهي أعمار مختلفة، في كل عقل من هذه العقول، في كل هاجس من هواجسنا، قلق وخوف، قلق وخوف. الواحد يجيبون إلى ابن يفرح فيه، خايف يلتقي التعليم المناسب ولا ما يتعلم، يتوظف ولا ما يتوظف. سيد مجيد صاحب نكتة ما يترك نكتة، سيد مجيد العلوي، قال لي واحد من كبار، قال لي سميت ولادك؟ قال لي سميت الحسن. قال لي ليش ما سميت عبد الحسن؟ قال بعدين ما تعطونا وظيفة. طفل فكرة، ليش ما تختار اسم بحسب ما تشتهي؟ خايف ان اسمه يعاقب عليه فينحرم من الوظيفة. هاي حياة. ولذا فإن هذه الثورة وغيرها من الثورات كانت ثورات حق، كانت ثورات لكسر هذا السلسلة وهذه الدائرة من الظلم ومن فقدان معنى الوطن والدولة. في بعض الليالي وقت متأخر من الليل، درجة الحرارة تحت الصفر في أوروبا، سيارات تمر على الشوارع تنثر ملح ورمل، أغلب الناس نيام. هذه سيارات وظيفة الدولة والبلدية، معنى الدولة مسؤولة عن أن غدا عندما يتحرك الناس صباحا إلى أعمالهم ما يتعرضوا إلى الحوادث بسبب تجلد الشارع، ما يصير في جليد. الدولة تفكر كيف سيتنفس الناس هواء طبيعيا، فتوضع اشتراطات على المصانع، وتوضع اشتراطات على انبعاث الغازات، وتوضع اشتراطات. ناس عايشة بإنسانية، ناس تشعر معنى الإنسان. هني ما تشوف إلا صور ظلم واضطهاد وسرقة. هذا لابد أن يثار عليه هذا الوضع، وإلا كيف ننتمي إلى رسول الله؟ معقول رسول الله يمر على هذه الأوضاع ويروح ينام في بيته، يبارك إلى الظالم ظلمه ولو بالسكوت؟ من وين هذا؟ يمكن أن يتصور أحد قرأ رسالة الإسلام أن يقر الاستبداد والفساد والانحراف والاستئثار؟ ولذا انسجاما مع مبدأ رسول الله، مع رسالة رسول الله،
نحن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطالبة بحقوقنا العادلة والمشروعة. في الإسلام، في العقل، في أكل الديانات، فيما توصلت له البشرية اليوم قاطبة، في أفريقيا بلاد الفقراء لما فيها تعليم، لما فيها حضارة بحجم حضارة اللي احنا عشناها قبل الإسلام مرورا بالإسلام، اليوم ما في بلد إلا وتعتمد حكومته على إرادة شعبها في إفراز السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حق، لأنه حق بسيط، حق بديهي. كيف تحكمني؟ ليش تحكمني؟ أي إنسان يجي يحكم ناس اليوم في الأرض يسأل ليش تحكم؟ كيف تحكمه؟ ما في جواب إلا جواب واحد، لأنهم اختاروني أن أحكمهم. ما حد يقدر يقدم جواب آخر، ما حد يقول لأن أنا غلبتهم، لأن أنا قهرتهم بالسيف، ما حد يقدر يقول هالكلام. الشرعية اليوم فقط لأنهم انتخبوني، لأنهم اختاروني، لأنهم رضوا بي، لأن حقهم، هذا حقهم، حق لا يجادل فيه. لم نتكلم عن أوروبا ولا أتكلم عن أمريكا الشمالية، في كل الدنيا، كل الدنيا اليوم هذا هو المبدأ. لذا أيها الأحبة، هذه الثورة ثورة مستمدة، دائما نميل للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن الحسين تلميذ في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصل المدرسة هذا اليوم وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن على هذا المنهج وفي هذه المدرسة، ماضون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكافحون عن حقوقنا الإنسانية حتى نستردها، حقنا في أن نختار من يحكمنا، حقنا في مجلس يمثل إرادتنا يشرع ويراقب، وحقنا في حكومة تمثل إرادتنا، إن أعجبتنا في سيرتها جددنا لها واخترناها مرة أخرى، وإن لم تعجبنا نحن الشعب خرجنا مسيرة واحدة وأسقطناها، أو صوتنا في مجلس حقيقي وأسقطناها. مو حكومة عشعش في الفساد 40 و50 سنة ولا أحد يستطيع أن يسقطها. هذه الصيغة، صيغة المشاكل، صيغة الأزمات، صيغة إهدار الثروات، صيغة إضاعة الإنسانية والتفريط في الإنسانية. ماضون أيها الأحبة على بصيرة من أمرنا، على هدى من هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومتمسكون بإطارنا السلمي في المطالبة بحقوقنا، من أجل أن نجنب وطننا كلفة لا لزمة لها، من أجل أن لا نخرج بنموذج قريب من النموذج السوري أو غيره من النماذج التي عاشت العنف. وهذا ما يتفق عليه ويلتف حول كل القيادات في داخل المعتقل، في خارج المعتقل، كلنا نتفق على أن يجب أن نستمر متوكلين على الله سبحانه وتعالى حتى ننتزع حقوقنا، ويجب أن نستمر بإطار سلمي. يرغب البعض في النظام أن ينحرف المسار العام إلى إطار عنيف، فيبرر له ذلك استمرار عملية القمع والهروب من استحقاقات التغيير الديمقراطي اللازم، أو على الأقل أن يؤخر. لنتمسك بوعينا وسلميتنا وحضورنا في الساحات، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره. وإن شاء الله هذه سنة جديدة
يرى فيها هذا الشعب قد استعاد حقوقه. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.